الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه واتبع خطاه إلى يوم الدين. أما بعد، نحن في أواخر سورة الشورى، إذ ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى وجه نداء لأولئك المعاندين بأن يستجيبوا لله والرسول سبحانه صلى الله عليه وسلم فيما يهديهم إليه من الوحي الذي أنزله الله عز وجل عليهم. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن بأنه أعطى مدة للناس حتى يستجيبوا، وهذه المدة نهايتها هي الأجل الذي قدره الله على الخلق من قيام الساعة، وهو الأجل العام الأخير للناس، أو أن يقبض الله أرواح الخلق فتكون تلك أجالهم، التي يجعلها الله سبحانه وتعالى كمجال للاستجابة، مجال وقت نستجيب فيها. ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن اليوم الذي يردنا فيه الله عز وجل إليه ويحشرنا، هذا اليوم هو يوم لا يستطيع أحد أن يكون له نصير من دون الله، ولا يستطيع أحد أن ينكر الأعمال التي عملها. وثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى لعباده: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، ويصور من عباده ما يشاء، ويهب للناس الذكور ويهب لهم الإناث، ومنهم من يهب له الإناث الذكور، ومنهم من الناس من يجعله عقيما ابتلاء منه سبحانه وتعالى. وكل هذه الحالات الأربعة إنما هي حالات فيها ابتلاء من الله. الذي أعطاه الله الذكور فقط هذا إنسان مبتلى وممتحن، مبتلى في أمرين. الأمر الأول هو نعمة العطاء، أن الله أعطاه، وأعطاه هؤلاء الذكور أو الإناث، وهو ناظر ماذا يفعل بهم، هل يحسن تربيتهم، هل يوجههم، هل ينصحهم، هل يعتني بهم. هذا الأمر هو الذي سيسأل عنه. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة، من بينها ما قاله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. والأمر الثاني، الناحية الثانية من الابتلاء، أن الله عز وجل منعه إما الذكور أو الإناث، أعطاه فقط جنس واحد ومنعه، فصار يشتهي الذكور أو يشتهي الإناث، فهذا كذلك من الابتلاء الذي يؤجر عليه إن رضي بقسمة الله سبحانه وتعالى. وإن أعطاه الذكور والإناث فهذا مبتلا بالعطاء، أعطاه الله سبحانه وتعالى ولم يمنعه، إنما أعطاه فقط، أعطاه، وسيسأله عن تربية هؤلاء وتربية هؤلاء. كذلك الذي منع، هذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمنع فقط، لم يعطه شيئا، اللي أعطاه الذكور أعطاه ومنعه، واللي أعطاه الإناث أعطاه ومنعه، واللي أعطاه الذكور والإناث أعطاه فقط، ولم يعطه شيئا منعه فقط. فهذه سنة الله في كل شيء، في كل شيء. احنا الآن كل واحد منا إلا ويحتاج شيء في الدنيا هذه، أقل شيء، واحد يبحث عن الصحة لم يجدها وغيره يتمتع بالصحة، وآخر يبحث عن المال ولم يجده وغيره يتمتع بالمال، وكل واحد إلا ومبتلى بنقص حتى يذيقنا الله سبحانه وتعالى قيمة الدنيا، يذيقنا الله عز وجل قيمة الدنيا وأنها ليست ذات كمال. ذكر بعض العلماء لفتة جميلة جدا، ماذا قال؟ قال: عجيب الناس الذين ينتقدون على الله ويقولون: لماذا الله سبحانه وتعالى ما وسعش الدنيا كاملة؟ ألا ما أعطاش للناس كاملة؟ الناس كلهم يعطي لهم الصحة والعافية والذرية، ويعطي لهم المال، ويعطي لهم ما يشتهون كل الناس، لماذا جعل هذا فقيرا وهذا غنيا؟ لماذا؟ لماذا جعل الله هذا الشيء هذا؟ والله سبحانه وتعالى في الدنيا هذه الله عكرها لنا، يعني حتى تكون ناقصة، من أجل ماذا؟ حتى نتعلق بالدار الكاملة الفوق. لو تخيل لو أن إحنا الآن ربي رغم نقصنا هذه الدار هذه معكرها لنا،
المصائب وغير ذلك، ومع ذلك الناس يتعلقون بها ويتشبثون بها. كل كمل هنا ربي وش نديروا مالا؟ إذا لو أن الله سبحانه وتعالى كمل لنا الدنيا هذه وزينها لنا وأخذنا منها ماذا نريد، ولذتها مستمرة، كيف يتطلع الإنسان إلى الآخرة؟ مستحيل. كل الناس ينسون الآخرة، كلهم ينسون الآخرة. ماذا قال الله؟ أذكرنا مرض في الإنسان، وهذاك المرض هو اللي يعوج الإنسان، هو الطغيان. الطغيان هو أعظم ضربة للاستقامة. قال الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان هو اللي يضرب الاستقامة. الاستقامة هي السير المستقيم القويم الذي لا اعوجاج فيه، الذي يوصلك إلى الله، هذا هو الطريق، ولا تصل إلى الله إلا بهذا الطريق. إذن الآن طغيان الإنسان، طغيان الإنسان وبغيه وتعدي الحدود نتاعه هما اللي يخليه ما يستقيمش، ما يمشيش في الطريق، ما يروحش في طريق الله سبحانه وتعالى. ما هو الذي يجعل الإنسان طاغيا؟ الاستغناء، كلمة الاستغناء، يحس روحه ما يحتاج إلى الله، واجد كل شيء عنده حاضر. ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. شاف روحه مستغنى، يعني لا، صحة كائنة والمال كائن والخير كائن الوقت كائن والعرف كائن والدنيا ما شاء الله زاهد له، وش يدير بربي سبحانه وتعالى؟ لأنه يريد الدنيا الإنسان. فلهذا سبحان الله هذا الإنسان نفسه هو طغيانه وترفه هو اللي يفسد الناس، فسد الأرض. كيف تفسد الأرض؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. شكون يفسق فيها؟ مترفين. شكون يلعب بالسيارات ويأخذ الأموال الفاسدة ويأخذها في الحرام والخمور والملاهي؟ شكون؟ المترف، المترف اللي عنده الأموال الزائدة ولا يجد لطريق الله سبيل، لا يوفق ربي باش يحط ماله في طريق في سبيل الله، وإنما جعل ماله في ماذا؟ في الفسق والفساد. هذا الذي يطغى يخرج على الطريق، يخرج. ولهذا الله رحيم بعباده. ماذا فعل بنا؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هو يعلم بنا، هو أعلم بحالنا، هو أعلم بنا. ماذا فعل بنا؟ أعطانا كل واحد بمقدار، كل واحد ما يليق به. وانت قلص لك الدنيا هذه بشوية مصائب، وانت نقص لك حاجة من أخرى، وانت ابتلك بمرض، وانت ابتلك بفقر، وانت ابتلك بهما جميعا، وكل واحد كيف أعطاه أمره وخلاه الناس، وكل حاجة بأجرها، كل حاجة بالأجر. متى يبتلى الإنسان في الدنيا وما يأخذ الأجر؟ هو ذاك الإنسان اللي يتعذب في الدنيا ويأخذ الأمراض ويأخذ الأسقام وتنزل عليه المصائب ويشبع فقر، وهو لا يؤمن بالله، نسأل الله العافية والسلام. خزي في الدنيا وله في الآخرة عذاب أليم. هذا الإنسان مصيبة. أما المسلم، عجبا لأمر المسلم إن أمره كله له خير. فالله سبحانه وتعالى لا نسيء الظن فيه، وإنما نحسن الظن. ولذلك الرضا، ما أعطي عبد مثل الرضا، ما أعطي عبد بعد الإيمان بالله مثل الرضا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا من قبل قال، وهو يعلم الصحابة تعليما مهمة جدا، قال لهم: حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان، يعني حقيقة، قال لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم، يعني تعلم، تدرك حق الإدراك، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وش معناتها هنا؟ وش معناتها؟ معناتها الإيمان الحقيقي اللي يتحرك في نفس الإنسان هو ذاك الذي يجعلك تنظر إلى أفعال الله، تنظر إلى أفعال الله وتتعامل معها أنها أفعال الله. دقق معي جيدا، الأفعال اللي تمر علينا اليوم أفعال كثيرة، أحداث توقع لك، أحداث أنت في الحياة الدنيا هذه، هذه الأحداث، أي حدث تلاقيت مع واحد صاحبك قدر صدفة، أصابك شيء من الأحداث، مرض، حادث، أي شيء، أعطاك ربي نعمة أو أعطاك نقمة، مهما وقع لك من شيء إلا وتقول: هذا فعل الله في أنا، وأنا أحسن الظن في الله، أكيد أن الأمر فيه خير. ولهذا الإنسان الذي يتعامل مع القدر بصفة إيجابية، بصفة إيجابية في الحالتين، في الخير والشر،
هذاك إنسان راه في قمة الإيمان، عنده حقيقة الإيمان. لماذا القدر بالذات؟ لماذا القدر بالذات؟ لأن القدر يسموه العلماء سر الله في الكون، واحد ما يقدر يجاوبك عليه القدر. لو كنت جيت تسأل تقول علاش ربي سبحانه وتعالى خلق ناس للنار خلق للناس لا، قال هؤلاء خلقي خلقتهم للنار، نسأل الله العافية والسلام، وهؤلاء خلقتهم للجنة، يعني حثيات هذا النوع من الناس نصف النار علاه ربي خلقهم في النار؟ لا أدري، ما عندها جواب، ما عندها جواب أبدا. قالوا له يا رسول الله فيما العمل؟ ما عندها جواب. قال اعملوا كل ميسر لما خلق له، ما عندها جواب. لماذا؟ لأننا خلقه في مملكته يفعل فينا ما يشاء، فنحن ماذا نفعل؟ نحن نشتغل بما أريد منا. ماذا أراد الله منا؟ أننا نطيعه، لا نشتغل بما أراد الله بنا. هل أراد الله بنا جنة أم نارا؟ هل أراد الله بنا خيرا أم غير ذلك؟ فنحن ماذا نقول؟ نحن الله أراد منا مهمة معينة نؤديها، أما ما أراد الله بنا فهذا أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا القدر سر الله في كونه، ما عنده علة، ما تقدرش تعرف له جواب. وش تدير له؟ التسليم، تسلم وتقول الحمد لله ما دام جات من عند الله ما أخافش. أنا نضرب مثلا دائما مع الناس مثل تقريبي، يعني باش نصغروا الأمر، يعني ولله المثل الأعلى. شوف احنا يا الآن معجبون إعجابا إلى درجة الإعماء بمن؟ بالكفار. لماذا؟ لأن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ربي قال هكذا فيهم، قال فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالكفار عندهم التقدم والتكنولوجيا والالتزام بالقوانين والإتقان في العمل والتطور وأن يضع الشيء في محله، دائما عندهم إتقان، مراقبة، كل واحد في مكانه، المكان المناسب للرجل المناسب وغير ذلك من الأشياء التي ينبغي نحن أن نتحلى بها. هؤلاء الكفار الآن عندهم تقنيات في العمل، كي يحكم الواحد منا سيارة ويركب فيها، والله والله شفتها أنا بنفسي، كم إنسان يشوف يلقى قفلة داخل سيارة ما على بالوش وش القفلة هذه وش هي، الزر هذاك وش خدمته، يقول لك بصح لي درها درها القوري، يعني او عارف شنو يدير القوري، هو ما مش عارف وش علاه دارت، ما يقولش بالك غلط، مستحيل. انا نقول لك مستحيل، لو تجيب واحد من العرب الان وتجيبوا انسان ذكي وعبقري ومخترع في نفس المجال ويقول لك هنا غلطوا، الاصل هذه يجي على اليمين وهذه يجي على الشمال غلطوا، وش نديروا احنا عليه؟ نرفدوه ندوه المستشفى المجاني مباشره، قولوا انت مريض انت، هذو الناس ما يغلطوش، القوري ما يغلطش، ما يديرش هكذا برك. هذا من هذا؟ بشر لما اتقن عمله واش درنا احنا فيه؟ درنا فيه الثقه العمياء، جات منا وانا اللي حبها تجي منا، بصح ما دام دارها هو على باله على دارها، ما دام دارت منا على باله علاش دارت منا، ما دام دار لها المستوى تاع الزيت هنا على باله علاش دار لها المستوى تاع الزيت هنا. احنا نعرفوا ما نعرفوش علاه ما يهمناش، المهم هو وعارف شنو يدير، هو عارف شنو يدير، دليل فيه ثقة. لماذا؟ لأنه أتقن عمله فاكتسب ثقة في قلوبنا، فولينا احنا يا مبهرين به. احنا هذا الأمر ما نتكلموا عليه، يعني كيفاش نتعاملوا مع الكفار ما نتكلموا عليه، ولكن فقط من باب أننا نضربوا مثل. وربي سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، بديع السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، حليم بنا. هذاك القاوري يخدم لك الخدمة وربما يريد بك الشر، وربما يعمل لك عمل حتى تولي تشري منه القطعة الفلانية أو القطعة الفلانية وانت ما زلت تحسن فيها الظن، وأكيد هم يصرحون بهذا. هو باش تشري قطعة فلانية لازم يخليها لك تخسر شوية ويعمل لك حاجة، يعمل لك حياتها تعيش كذا، باش تشري عليه السيارة اللي تخرج بعد 10 سنوات، وهكذا عندهم تقنيات التجارة. إذن هو ما يش حوس على سواد عيونك ولا يحوس على أنك أنت ترتاح، وإنما يحوس هو على المال، هذا هو. فهذا هل أراد بك خير؟ لا يريد بنا خير، هو يتقن العمل تاعه باش يدير. ربي يريد بنا خير لما يريد بنا خير، يريد بنا خير ربي سبحانه وتعالى، حليم بنا، أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. كل الأعمال اللي راهي تجينا فينا ما نقولوش صح لها ربي دار هذا وعلى دار لينا هذا وعلى غيرنا يعني هكذا وعلى فلان هذاك مسكين ما يستاهلش،
ما يستاهلش مسكين المصايب هذه كاملة. فنولوا احنا واش نديروا؟ نسيء الظن برب العالمين من دون ما نشعر بكلامنا، نسيء الظن برب العالمين. وهذا من النوع، هذا من النوع، ابن القيم رحمه الله تكلم كلام جميل في هذا، هذا من النوع الذي هو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في نار جهنم كذا وكذا وكذا 70 خريفا. فالواحد فينا يتكلم كلمة هو ما يجيبلهاش خبر، تمشي الكلمة هذيك، صح الكلمة هذيك انت تقول انها تضربك، هذيك الكلمة ما خرجت من عند فمك انت الا وعندك سوء ظن في الله سبحانه وتعالى. المرأة هذه اللي يموت ابنها وتقول وعلاه يا ربنا وش درت انا، ولا واحد يقول نموت انا وكان ما مات هو، يعني هاد الناس، وكان مرض فلان وما مرض هذاك، وكان مرض هذاك والله هذاك يستاهل هذاك قبيح وما مرض الاخر. فاحنا الان واش نديروا؟ نحطوا روحنا ارحم من رب العالمين. اذن هذا خطا. كل عمل، كل عمل، كل حادثه تصير لك في الحياه الدنيا ولو كانت صغيره وكبيره، وقف معها وقفه ايمانيه وقول هذا تقدير رب العالمين، والله يا ربي ما جابني لهذا المكان وصرى لي الواقعه هذه الا خير وتدبير من الله سبحانه وتعالى. كيما كنا نتكلموا ولله المثل الاعلى، كيما كنا نتكلموا على القاوري نقولوا القاوري ما يخدمش هذاك برك، او كي يحط لك حاجه رب اللي فيها فايده، ادركناها ام لم ندركها؟ احنا الله وله المثل الاعلى، واش نقولوا؟ نقولوا ما دام ربي جابني لهذا المكان والحقت هنا وما كنتش جاي هنا وغلط في الطريق وجزت منا وبالك قست واحد بالسياره بالك كذا، والله فيها تدبير من الله. انا ما نعرفش الحكمه تاعها بصح والله احسن الظن بالله عز وجل، والله يا ربي ما يقدر لي حاجه الا وفيها خير، وما نعرف الخير تاعها بالك نلقاه الان بالك ما شفتوش نلقاه يوم القيامه، واحنا نغلطوا واش معناتها فيها خير؟ الخير هذا هو احسن الخير هو يوم القيامه. خاطش بزاف ناس واش يقول لك؟ واش من خير؟ اي زاد موراها جاتني مصيبه وزادوا حكموا عليا بكذا وزاد، وين راه الخير؟ وريني الخير وين راه هذا؟ فالناس تنظر الى الخير هو خير دنيوي، لا، الخير هو خير اخروي. وشوف اسمع الى هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الله يامر الملك يقول له اكتب كتاب عبدي في كذا وكذا، يعني روح اكتب، ربي امر ملك من الملائكه روح اكتب فلان بن فلان حطه في درجة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذه احنا كلنا نرجوها، نسأل الله يجعلنا في هذا الطبق. وش يقول للملك؟ قال فيذهب الملك ويروح يكتب يحصي الأعمال نتاع الإنسان هذا. قال فيذهب الملك فلا يجد للعبد ما يؤهله لذلك، يروح الملك هذا ويروح باش يكتب كتاب فلان مكانته درجته وقيمته وقدره عند الله سبحانه وتعالى في المكان الفلاني، ولكن الأعمال تاع هذاك الإنسان هذا مش مؤهلة، يعني كمية الصوم والصلاة والطاعة والعبادة نتاعه ما تأهلوش باش يكون في هذاك المرتبة، ما تأهلوش. قال فيبتليه الله سبحانه وتعالى بالمصائب، ينزل عليه ربي الإنسان هذاك في الدنيا، في الدنيا نزل عليه المصائب فيبتليه فيصبر ويرضى بقضاء الله وقدره، فيرفعه الله مكانة يقفز بها قفزة، يجي مع من؟ مع النبيين والصديقين والشهداء. هذا الإنسان لم يرتقي بعبادة ولا بكثرة الطاعة، وإنما ارتقى بماذا؟ بالصبر على ما قدره الله عز وجل له. لو احنا نحيو هذا كله، نحيوه ونهبط الإنسان للدنيا ونشوفه وسر له، وسر الإنسان هذا، هذا الإنسان طاعته قليلة، وشفناه احنا مسكين خرجوه من السكن ترمى برا مع أولاده، أولاده زوج ولا ثلاثة معوقين، والرابع عنده سرطان، والخامس عليه ديون في السجن، وهكذا وهكذا وهكذا، ومسكين وزاد طلق زوجته وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، مصيبة ورا مصيبة، ومات على ذيك الحال. وش نقولوا احنا؟ مسكين والله تغبن، ما شاف خير في الدنيا. وإحنا دايرين في بالنا وشنو؟ كل ما تجي مصيبة لازم تجي مراها فتح من الله، إن بعد العسر يسرا، هكذا دايرين في بالنا. إذا هذا مسكين خلات عليه حتى مات، وراه الخير، وراه الخير لده الإنسان هذا، الخير ادخر يوم القيامة، ادخر إلى يوم القيامة. ولذلك في الحديث الآخر، في معنى الحديث، أن العبد يأتي يوم القيامة فيجد ذاك ما جعله الله عز وجل له يوم القيامة، يعني ما أخره من الدعاء، لأن الدعاء نتاعنا احنا
إما ربي يستجيب لك واش حبيت تدي يعطيك، وأحيانا ما يعطيكش واش حبيت أنت واش طلبت، ولكن يعوضك حاجة واحدة أخرى في الدنيا، يدفع الشر عليك. أنت ما تفيقش كيفاش يدفع عليك شر، ما يفيقش. كما الأولاد هذوك، القصة الثالثة تاع الخضر مع موسى في سورة الكهف، كان أبوهما صالحا وهم أولاد صغار مش جايبين خبر، وعندهم كنز تحت الحيط، وجاء الخضر وهم أولاد صغار، وهذاك الحيط هذاك راح يطيح ويبان الكنز ويديوه الناس، يتفضح الكنز اللي خباه الوالد نتاعهم كي يكبروا، ويتفضح الكنز. ولا هنا شر ولا ماشي شر؟ شر. الكنز نتاعهم راح يروح. جاء الخضر دخل القرية هذيك، ربي ساقه، دخل القرية هذيك وبنى الحائط كي يلقاه راح يريب ابنه، وعاود سقمو باش كي يكبروا الاولاد هذوما يلقاو الكنز تاعهم. الاولاد جابوا خبر، ما جابوش خبر الى يومنا هذا، غير حنا اللي جايبين خبر كي قرينا القران. هما الاولاد هذوك ما جايبينش خبر، دفع عليهم ربي شر. انت كم من شر دفعوا عليك ربي ماكش جايب خبر، كم من شر دفعوا عليك الله سبحانه وتعالى وماكش جايب خبر، وكم من سياره انت كنت تمشي في الطريق السريع بسرعه ما ونقصت، وجاء واحد سبقك وفي هذاك المكان كنت انت الاصل انك حاضر وسقطت عليه شاحنه ومات، ولعلك انت نقصت شويه سرعه، هو مشى فاتك وحس بروحه ويقافز عليك وراح لهذاك المكان باش يموت هو. فانت الان دفع عليك ما شر، بصح انت ماكش تحس القيمه تاع هذاك الشر اللي يدفعوا عليك ربي سبحانه وتعالى، ماكش حاس. لو كان قدره بالاموال، وكان قدره بالاموال وشروا ربي يدفع علينا الشر، ما نقدروش نخلصه بدراهم، ما نقدروش، مستحيل مستحيل. لو نرفضك نديك الان ندخلوا عند اول مريض في المستشفى، اول مريض من الامراض المزمنه، ونلقاوه يغسل في كليته، ونقول لك يا فلان تخيل انت الان في مكان وشحال تنفق، وشحال تنفق باش تمشي حالك، موش باش توقف مع الناس ولا تمارس الرياضات ولا تروح تخدم، باش توقف برك باش تمشي حالك وتعيش، شحال راك تنفق وشحال راك تتعب وتتالم مثل هذا الانسان، شحال تدفع، شحال تدفع باش تسلك من هذه الحاله، شحال تدفع؟ ملايير تدفعها. تقول لي ندفع مالي كله ما تدليش هذا. فالان لو نديك للثاني والثالث والرابع والخامس، السلامه لا يعدلها شيء، السلامه لا تقدر بمال. فربي سبحانه وتعالى ودافع علينا شر كبير، فنحن نحمد الله على النعمه، نعمه السلامه والعافيه التي نصبح بها امنين في سربنا، وعندنا حاجزين قوت يومنا، ومأمنين في بيوتنا، وصحتنا موجوده بين جنبينا، واولادنا بين اعيننا، ولا نخاف شيئا. فهذا انسان سلطان، هذا هو السلطان. فالواحد منا الان لو ينظر الى قضاء الله عز وجل وقدره، وينظر الى السلامه التي يعطيها الله عز وجل هذا الانسان، فيجد بعد ذلك ان كم من دعاء دعوته انت ولم يستجب الله لك يعني بطريقه مباشره، وانما عوضك خيرا على، قال لك انا اعلم وش يصلح لك، هذه ما نعطيها لكش، بصح ما دام دعيتني وانت علمت باني انا الغني، انا ما نعطيكش هذه، نعطيك حاجه واحده اخرى ندفع عليك شر. لو يحطوك يوم القيامه يقولوا لك شوف انت نهار دعيت الله سبحانه وتعالى ربي يرزقك مبلغ معين من المال مثلا، لانه احنا دائما نروحوا للدنيا مباشره. لو انت دعوت انا وطلبت منا نعطيك الولد مثلا من الدنيا، واحنا حطينا لك قلنا لك الولد، اما انك واحد من الاولاد الاخرين يموت خير، واش تخير انت؟ تقول لا خلي لي الاولاد نتاعي هذو زوج برك، ما زيدش الثالث، ما تعطينيش الثالث تدي لي واحد. يعني اذا واش تدير انت؟ ماذا بيك تدفع الشر اولى من انك تجيب الخير، وما تعرف لا يكون خير ولا لا. فربي سبحانه وتعالى رحيم بك، هذه مثال وقت واحد، والامثله كثيره. احيانا ربي عز وجل يولي لك الشر، يقول لك كنت راح نعطيك شيء، بصح كان جايك شيء اخر، كان جايك شيء اخر، كنت راح نعطيك الولد، بصح كان جايك مرض ياخذك انت بسنه بعد ذلك، ودفعت عليك المرض. شكون احسن؟ اللي يدفع عليك المرض، لانه ما الفائده يجيك الولد انت ما تعيش معه. فشوف الان كم من شيء، احتمالات لا تنتهي، الله عليم بها سبحانه وتعالى. فنحن الان هذا الحاله الثانيه، الحاله الثالثه وهي افضلها، افضلها، ولكن قال الله عز وجل كلا بل تحبون العاجله، حبوا احنا الواجب، حبوا الحاجه اللي قريبه لنا، هذا هو طبع الانسان. والله ماذا يريد بنا؟ الاخره. لو ان الله يعطينا وش نحبه؟ تحب العاجله، تحب الدنيا، دي الدنيا، يوم القيامه ما لنا من نصيب. هذا الكفار اعطى لهم الدنيا، لماذا؟ لانه ما عندهمش نصيب يوم القيامه. احنا وش يدير لنا الله عز وجل؟ كم من واحد فينا
ما دفع له شر ولا استجب، وهو ما زال يدعو إلى يومنا هذا، يدعو الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة سيجد الخير العظيم من الله، من أجر، الأجر الذي يعوضه الله والمرتبة. وش يقول الإنسان يوم القيامة كما في الحديث؟ يقول: وددت لو أن الله لم يستجب لي دعاء، كان خلاهم لي كامل يوم لهذا النهار. هذا ما يسمى في فضل الدعاء، هذا فضل الدعاء. والقدر من هذا القبيل، القدر لما ربي سبحانه وتعالى يصرف لك قدر، يصرف لك حاجة وانت إنسان راضي بما قسم الله لك، تقول الحمد لله هذا من تقدير الله لي. وهذه عندها أمور باش أسباب باش نقدرون. أول حاجة أنك لازم تقدر الله حق قدره وتحسن الظن في الله أن الله يريد دائما بك خير. فالآن لما ترى هذا تقول الحمد لله، هذا شر وتألمت وانضريت وكل شيء مر، والدنيا هذه كلها تمر، ولكن هو أمر الله سبحانه وتعالى والحمد لله على ما قدر. نحزن ونتألم شوية ولكن الرضا موجود الحمد لله، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. وربي خيرني من دون الناس وابتلاني، هذا من الله سبحانه وتعالى والحمد لله. ما تقول وعلى غيرنا، يعني وعلى، يعني على غيرنا دائما هكذا زهري، هذا ماذا؟ ما معنى سوء الظن بالله؟ أردت تتهم الله عز وجل بأنه ظلمك، والله سبحانه وتعالى أنت ملك لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في آخر السورة يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان، قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بأمره ما يشاء. هنا الله سبحانه وتعالى فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى مراتب الوحي الثلاثة. تعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل هذا الوحي، هذا الكتاب، هذه رسالة هي خاتمة الرسل. لازم نحن كما تكلمنا شوية في السيرة النبوية أن الأمر كان مشخص، يعني كان مشخص مليح. وذكرنا ماذا؟ قلنا أن قبل ما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم جه الرسالة، الناس كانت بقايا من أهل الكتاب، يعني كانوا شوية يهود من أهل الكتاب، شوية أهل الكتاب من بني إسرائيل، وكانوا كذلك من النصارى. والنصارى كانوا يشتغلون بعبادتهم في صومعاتهم، أحيانا تشوف واحد راهب نصراني يعبد ربي. وآخر من اليهود كانوا يجتمعون في ضواحي مكة والمدينة، فكانوا يجتمعون أماكن أخرى وكانوا يجلسون ولهم علاقات، لهم علاقات مع قريش. فالآن هم الآن بثوا بعض الأفكار في قريش التي كانت تعبد الأصنام والعرب. ماذا فعلوا فيهم؟ شوهوا لهم السمعة. مع الأول وش كانوا يقولوا لهم؟ مع الأول كانوا يبينوا لهم اللي راهو جاي رسول، لأن اليهود وش قال عليهم ربي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: يعرفونه ويعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، عندهم العلامات، علاه عندهم العلامات موجودة في التوراة. فالتوراة قال لهم: ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد، مو عيسى عليه السلام. مش قال لبني إسرائيل، قال لهم: ويجيني أنا حنكون رسول عيسى. قال بني إسرائيل: أنا رسول من الله، ولكن راح يجي بعدي رسول اسمه أحمد. فهما عرفوا بأنه كين رسول راح يجي واسمه أحمد. من وين هذا؟ لا ندري. الآن لما جاء هذا الرسول، هما في البداية كانوا يقولوا دائما رانا نستناو يجي رسول، فرحانين اليهود، ظنوا أنه سيكون منهم. لماذا؟ لماذا ظنوا هذا؟ لأن لأمرين اثنين، لأن العادة أن الأنبياء يجون بني إسرائيل، والأمر الثاني لغرور منهم، كانوا عندهم غرور، كانوا ظنوا أنفسهم شعب الله المختار، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا يقول. فالآن هما يظنوا أن هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد ما لم يريدوا. ماذا فعل الله بهم؟ أعطاهم رسول من قريش، انقلبوا على الله، لم يرضوا بهذا، انقلبوا. وهم الذين كانوا يكذبون ماذا يفعلون؟ هم يدفعوا الشبهات في قريش، لأن قريش ما عندهاش دين، عندها الأصنام، يدفعوا لهم الشبهات. فالآن كانوا يعطون هذه الشبهات. من بين الشبهات كانوا يقولون: هذا الرسول، هذا الرسول يقول رسول، هذا هذا أبدا ما هو رسول، وهذا ما هوش وحي. والأخبار اللي يجيبوا قريش وش تقول؟ تقول بصحة ويعطينا واحد الأخبارات، موش تأ واحد مجنون، أو يعطينا في أخبار رقم أنتم كنتوا تحكون عليها، أنتم اليهود كنتوا تحكون عليها. إذن هذا الإنسان هذا ما لا رسول، لا قالوا موش رسول، هذا هذا راهو جاب الأخبار من عندنا إحنا،
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر. كانوا ناس واحد أخرين من أهل الكتاب كانوا يعلموا فيها، يروح يسمع لهم ويجيب الأخبار من اليهود والنصارى ويجي يقول لكم أنا رسول، اللي عندي خبر هاي صارت قصة فلانية وقصة فرعون وقصة كذا وقصة كذا. وهذوك القصص لو يحكي لكم عليهم ما قالهم لهمش ربي، راو يكذب عليكم، راو يجيبهم منين؟ يجيبهم من عند اليهود والنصارى، هذوك اللي كانوا يحكيوا منا ومنا، فأعطوا لهم شبهة. وطبع اليهود دائما هكذا إلى يومنا، إلى يومنا هذا. هم الآن الذين يسوقون الاستشراق والحداثة، وهم الآن اليوم اللي راهم يطرحوا في الشبهات عندنا في بلاد الإسلام حول صحيح البخاري ولا القرآن ولا كذا ولا كذا، تشوفهم في التلفاز يتكلموا في الإنترنت، هم الآن إلى يومنا هذا. هذا طبع اليهود، نسأل الله العافية والسلام. الآن ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أثبت، أراد أن يثبت لهم أن هذا من الله. قالوا أنت كيف يكلمك الله؟ كيف يقول لك الله؟ أعطينا الطريقة كيف تتصل بالله باش يعطيك القرآن، كيف؟ فالآن ربي سبحانه وتعالى قال له: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. يعني ما لا ينبغي أن يأتي الله. قالوا جبنا رسول معك، على ما نزلش معه رسول، أرسل معه رسول، على ما لم يرسل معه رسول، يجيب لنا رسول أو أسقط علينا السماء كسفا أو ورينا ربي هذا شوفوه، يعني ولا كان غلطين ينزل علينا ربي حجارة من السماء باش نعرفه، يعني يحبوا يتحداوا النبي عزيز. الله عز وجل قادر أن يريهم ذاته سبحانه وتعالى، ما قادر، قادر، ولكن الله عز وجل لا يريد منا هذا، يريد منا أن نؤمن به من دون أن نراه، لأن رؤية الله كان يوم القيامة نراه يوم القيامة بإذن الله، ولكن في الدنيا لا نراه. لماذا؟ امتحان من الله، يؤمنون بالغيب، الله أراد منا أن نؤمن بالغيب هكذا، لأن الإيمان بالعلانية ما فيه فائدة. كي تشوف كل شيء أمامك، تشوف الجنة وتشوف النار وتشوف ربي وتؤمن، خلاص وش الفائدة؟ فالإيمان الحقيقي ما هو؟ أنك تؤمن بمعلومات راهي موجودة حقيقية كأنها موجودة. مثال وش قال ربي سبحانه وتعالى؟ قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى، شوفوا كلمة ألم ترى، رؤية. هل يوجد واحد من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الحادثة تاع الفيل؟ لا يوجد. هل الأمة الإسلامية اليوم، أمة الإسلام كلها منذ أن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، هل يؤمنون بواقعة الفيل كأنهم رأوها؟ نعم نؤمن بواقعة الفيل، والله دوك كون يجي واحد يكذب لك واقعة الفيل ممكن تقتله كأنك كنت حاضر أنت. لماذا؟ أقول لك على ربي له قال ترى، ألم ترى، قال ألم ترى، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى، الرسول عليه الصلاة والسلام ولد بعد الفيل، بعد حادثة الفيل، قالوا ألم ترى، يعني ما شفتش أنت. شوف أنت كي تقول واحد معاك كان حاضر، قلت له ما شفتش أنت فلان وش دار هذيك النهار، وش قال لنا فلان، وش معناتا معناتها فلان كان حاضر معاك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربي ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل؟ وين كان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان مازال عليه الصلاة والسلام لم يولد بعد. ما معناه؟ معناتها الأخبار اللي يقولها لنا ربي نؤمن بها كأننا رأيناها، لازم هكذا، لازم هكذا. ولكن قال لنا للنار ما أمناش بها كأننا نراها، ولكن قلنا على الجنة لم نؤمن بها كأننا نراها، ولا يقولنا على العذاب القبر لم نؤمن به كأننا نراه. لابد أن نؤمن بعذاب القبر وبالجنة وبالنار وبالميزان وبالصراط وبالحساب وغير ذلك، بيوم المحشر وبكل شيء نؤمن به كما آمنا وكأننا رأينا حادثة الفيل، نفس الشيء. لذلك قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فالآن الواحد فينا اليوم خبر الله لنا، خبر الله كي جينا لازم نؤمن به كأننا حقيقة رأيناه. ولهذا حنظل وش قال في الإيمان؟ هذا هو محض الإيمان، أنك تؤمن بالشيء الذي أخبرك الله به كأنك رأيته رأي العين. هذا قمة الإيمان. وكل ما تزيد التصور بتاعك لهذه الحاجة وانت مستحيل تتصورها 100% وتحاول كيفاش تستحضرها وتستحضر الشدة تاعها تاع النار والعذاب الأليم وغير ذلك والجنة ونعيمها وكذا، كل ما يزيد الإيمان. ولذلك حضر الله قال: إن إذا كنا عندك يا رسول الله فتحدثنا عن الجنة كأنها نراها رأي العين، وعن الجنة كأننا نراها رأي العين، وعن النار كأننا نراها رأي العين. كنا يعني في قمة من الإيمان. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو كنت بقيتم على هذه الحال
لا صفحتكم الملائكة في الطرقات. يعني ما وش معناه؟ يعني ممكن تبقوا على ذيك الحالة وانتم دائما مستحضرين الجنة والنار، تولوا تمشوا مع الملائكة في طريق، يعني تولوا في قمة الإيمان. فالآن مسألة الإيمان التي هي في الوحي هي تكذيب عندهم، كذبوا طريقة، قالوا له أنت كيفاش الآن أنت ربي تتلقى معاه، من تجيب الوحي أنت؟ فقال له ربي سبحانه وتعالى أعطى له الطرق اللي موالف يجيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما كان الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله، قانون من الله، ما كانش واحد يكلم ربي. أما ما جاء عند والد جابر، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث جابر بن عبد الله والده عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام مات في غزوة بدر، استشهد في غزوة بدر، وكان من الناس الذين استشهدوا في أوائل الإسلام. ماذا قال له في 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 الحديث؟ قال يا جابر، يا جابر، إن الله ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب. مثل من؟ موسى عليه السلام. موسى ربي كلمه من وراء حجاب ولا كلمه مباشرة؟ كلمه من وراء حجاب. بالدليل ما هو؟ قال ربي أرني أنظر إليه. لماذا؟ لأن لما سمع الله يتكلم معه اشتاق إلى الله، قال ربي أرني أنظر إليك، فأراد أن ينظر إلى الله، ليس تكذيبا وإنما إماما اشتياقا لله سبحانه وتعالى. موش مثل ما يجيب الناس الآن أصحاب الخرافات هذا المستشرقون وغيرهم يقول لك موسى كان عنده شك، هذه لا، موش هذا. يعني هو إبراهيم قال أرني كيف تحيي الموتى، قال لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. تعلم برك، وإنما بلى أنا عندي إيمان. أو إبراهيم جاوبنا خلاص عشبها مش مشكلة. فالآن هذا مو شك وإنما اشتياق لله سبحانه وتعالى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. شوف الآن هذا كله وين؟ في الدنيا. لأن والد جابر كلمه الله لما كلمه، قال إن ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا بدون حجاب. شوف الآن والد جابر عبد الله بن حرام كلم ربي كفاحا، وش معنى كفاحا؟ من دون حجاب، مباشرة كلمه ربي سبحانه وتعالى. رجل يموت صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات في سبيل الله، كلم ربي كفاحا. الآن إلى آخر الحديث، قال العلماء قتل في أحد، استغفر الله، ما هو بدر، لما قتل في أحد قال العلماء ماذا قالوا؟ قالوا والد جابر كلمه الله في البرزخ. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأن ربي سبحانه وتعالى لما توفي والد جابر عبد الله بن حرام من 70 الذين استشهدوا في أحد، خداوه دفنوه في حينه، دفنوه خلاص، وش ولا في عالم ماذا؟ عالم البرزخ، خلاص هو في عالم البرزخ. إذن لما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله كلمه كفاحا من دون حجاب، أين كلمه؟ في البرزخ. فالآن في الدنيا لم يكلم الله أحدا من دون حجاب، لم يكلم الله أحدا من دون حجاب. أما في الآخرة يكلم الله، قال ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ما كانش واحد واسطة بينك وبين الله، كلمك الله مباشرة. وكلم النبي عليه الصلاة والسلام أظهر كيف يكلم الله الناس يوم القيامة. إذن فعندنا هنا الطريقة الأولى، قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وحيا ما معنى وحيا؟ أي بمعنى يقذف في نفسه شيئا. ونعطيك لفتة هنا في مسألة هذا الأمر، هذه طرق القرآن الكريم. وش معناتها هنا؟ معناتها هذا الرسول قاعد حتى يجي شيء، يسكت النبي عليه الصلاة والسلام فيأتيه شيء في نفسه الداخل في روعه. الروع يعني بضم الراء هو القلب والفؤاد، يقذف الله في نفسه شيئا. ما هو الشيء هذا؟ هو الوحي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يتكلم بالوحي. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الأولى. وهذه النوع هذا يا العلماء وش يقولوا فيه؟ يقولوا هذا النوع غالبا 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 كي يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، مش عن طريق جبريل، وإنما ربي يقذف في نفسه. يقول غالبا يكون شيء توافق عليه الأمة، يعني يصدق الواقع. ما هو الواقع؟ مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح
إن روح القدس نفث في روعي، في روعي جبريل يعني نفث في روعي، فالآن ما كلموش، نفث، نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها أو أجلها. يعني الآن جبريل أعطاها الوحي مباشرة في قلبه، موش جه بالطريقة كما العادة، يجي على صورته ولا يجي على صورة دحية الكلبي ولا يجي على صورة رجل من الرجال، ما جاش بهذه الطريقة وقال له أنا فلان وكذا، لا، وإنما بطريقة ماذا؟ طريقة مباشرة داخل القلب. فربي سبحانه وتعالى يرسل مباشرة هذا الكلام عن طريق جبريل أو يقذف فيه نفسه هكذا، فيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، يتكلم، هذا نسموه إحنا الوحي. إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، معقول جدا، معقول، لو يعني لو يقوله لك الرسول عليه الصلاة والسلام تقول نعم هذا رسول صح، وهذا واقع أن كل واحد فينا يدي رزقه كذا حتى يموت، عادي مش مشكلة. فالآن توافقها، يعني أنت منطقيا توافقها، عقلك يقبلها، فهذا قالوا من النوع الذي تقبله العقول عادة، عادة. قال إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب، وهذا كذلك كما قال العلماء يكلمه الله سبحانه وتعالى، يكلم الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل الصلاة، فرض الصلاة في المعراج، لما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى سماء سابعة وفرضت عليه الصلاة 50 وهبط للسماء السادسة، وقال له موسى ارجع إلى ربك فراجعه، وقعد يروح ويجي ويروح ويجي عند الله سبحانه وتعالى، كان ربي يتكلم معه مباشرة، ولكن من وراء حجاب. قالوا هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال لا ما رأيته، إن هو إلا نور، يعني نور أنا أراه، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أراه، ما ونشوف ونقدر نشوف، يعني نور أنا أراه، يعني كان يكلم ربي مباشرة، ولكن ربي شوش قال إلا وحي أو من وراء حجاب، كان يكلمه من وراء حجاب، أو يرسل رسول، الحالة الثالثة وش هي؟ أو يرسل رسولا، من هو الرسول هنا؟ جبريل عليه السلام، وجبريل نزل على الأنبياء كلهم، يعني هو الواسطة ما بين الله سبحانه وتعالى ورسله وأنبيائه، فهو يأتي بالوحي. قال له هذه الطريقة، هذه الطريقة احنا عندنا، يعني التي نؤمن بها، وهي التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هم الآن إذا أرادوا شيء غير هذا ما غير مقبول، قالوا أرنا ربك، أرنا كذا، فعل كذا، جبنا الله شوفوه، جبنا مالك معاك يصدقك يشهد عليك بلي رسول، جبنا حاجة، غير مقبول، موش مثل حب انت تؤمن مثل ما أريد أنا الذي خلقتك، تؤمن كما أردت أنا. ولذلك لما قالوا له إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، طلبوا البديل كما يطلبوا تعالى الآن، بدلوا حاجة في بلاصة حاجة، ما نسمعش الغناء لازم تجيب لي حاجة واحدة أخرى، دير لي أنا شيء واحدة أخرى ترقصني، ولكن ما كاش واحد ما يتكيفش جيب له دخان إسلامي وعمل له شمة واحدة أخرى وعمل له كذا وعمل له خمر إسلامي ورقص إسلامي وطرف إسلامي ومغنيات إسلاميات وراقصات إسلاميات وحجاب إسلامي وكذا وكذا، بديل سموه احنا البديل عندنا احنا، لما ما حبيناش نقبله وش عند ربي، وحبينا الدين يخضع لنا لنفوسنا احنا، حبينا نعود نعجنوه كما نحبوا احنا، حبينا نعطوا الحجاب اللي نحبوا احنا، وحبينا نعطوا له الغناء اللي نحبوا احنا، وحبينا نعطوا له المزاج نتاعنا احنا، طلبنا البديل. هذا الطلب البديل هذا ليس من شأن المسلم، المسلم يسلم، الكفار هم الذين يطلبون البديل. واش قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام؟ قالوا هذا القران راه يقولنا نحو الالهه وديروا اله واحد، اول حاجه احنا ما نقبلوهاش هذه، يعني راهم يطيعوا انفسهم ولا يطيعوا الله؟ انفسهم يحبوا انفسهم، فالان رجعوا هما الارباب ولازم يندروا واش يحبوا هما، يولي شكون الرب هما بعدا. فاذا لما ما طاعوش الله، فقالوا للرسول عليه الصلاه والسلام واش قالوا له؟ قالوا له والله شوف نؤمن معك بس بدلنا القران، ايتي بقران غير هذا او بدله. واش قال الله عز وجل؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. يعني المساله كاين واحد الحدود، ها ربي قال هذا، مثل ما تكلمنا من قبل في الناس اللي يناقشوا ويحبوا يدافعوا على الدين ويخربوها، اللي اذا جت المراه وتقول لكم علاه الاسلام حرم على المراه مسكينه هكذا وعلاه دار لها هكذا وعلاه غبنها بالحجاب وعمل لها كذا، واش نقولوا احنا؟ نقعدوا ندافعوا ونقولوا لا لا ومليح وكذا والصحه وهذه لا لا، واش تقول؟ كاين واحد الحدود، كاين واحد الحدود لازم كي توصل ليهم واش تقول لهم؟ قول لها من خلقك انت؟ ربي ياك خلقك ربي، ولا خلقك واحد اخر ما نتلاقاوش اصلا روحي، الا خلقك ربي
والله اللي خلقك هو اللي قال خير، دبري راسك معاه. خلاص دوك لازم لازم إدعان، لازم نسلمه، ماشي لازم دوك تقتنعي 100% وشكي، لازم نرجعوا لك الدين كما تحبي أنت. نفس الشيء الإنسان اللي ما حبش يحبس الغناء ولا ما حبش يحبس حاجة ويقول لك أنا مش مقتنع، وعلى هذه وعلى هذه وعلى هذا، قول له شوف ربي اللي خلقك قال لك هذه ما ديرهاش، دوك حب ولا كره ولا كذا. أنت كي تمشي في الطريق ولا في الطريق وتلقى ممنوع المرور منها سونس انتربي، تروح تناقش الناس وتقول لهم وراء هذا الوالي ولا هذا الإنسان هذا ولا الشرطي ولا، ناقشوا وعلى هذه درتوها تطلع ما تهبط، وعلى أنا ما اقتنعتش بها لأن نروح لا، وإنما توقفك اللافتة لأنك تسلم. نسأل الله التوفيق بعد الأذان إن شاء الله. فإذا هذه هي طرق الوحي من الله سبحانه وتعالى التي يوصل بها الكلام كلام الله عز وجل الذي يبلغنا إياه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله عز وجل أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، إنه علي حكيم. والله سبحانه وتعالى علي وعليم وخبير بما يفعل سبحانه وتعالى وبالطرق التي يوصل بها هذا الخير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحكيم يعني هو أدرى سبحانه وتعالى وأعلم أين يضع رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو يختار الرسول الإنسان ليرجع رسول وليعطيه الوحي، فهذه ليست من شأن البشر، لا دخل لها بالبشر. إذن احنا عندنا مستوى النقاش، مستوى البحث، مستوى طلب النظر في الحكمة، مستوى المطالعة في الدين والنظر في أفعال الله والتعليل محدودة، كاين أشياء لا يجوز أن نسأل عنها، لا يجوز أن نتجاوزها، لا يجوز أن نطلب غير ما أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انظر إلى هذا الكلام الجميل جدا، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا، يعني الذي أوحيناه إليك وعطيناه لك باش تبلغوا للناس، مش وش هو هذا؟ ما سماش قرآن هنا في هذه اللحظة، سماه روح، سماه روح من الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لذلك وش يقول العلماء؟ جبريل عنده من أسمائه الروح الأمين، ومن عنده من أسمائه روح القدس، والقرآن من أسماء القرآن الكريم الروح. لماذا سمي بالروح؟ لماذا؟ لأن الناس، لأن الإنسان لا يحيا إلا بهذا. نحن بحاجة إلى ثلاثة تغذيات، إحنا الإنسان السوي بحاجة إلى ثلاثة تغذيات، أنواع الغذاء ثلاثة. لو كل واحد فينا تختل حاجة من الأغذية هذه يختل توازنه، تختل بشريته، تختل قيمته في الدنيا،
يختل قدره عند الله، لو يختل فقط. الجسم نتاعنا يحتاج الى غذاء، وش يسموه الغذاء هذا؟ حيواني، غذاء الحيواني، غذاء الحياتي، هذا حياتي، حياتي حيواني. فهذا الغذاء الحيواني هو اكل والشرب، صيانه الجسم البدن بالاكل والشرب، طعام يعني، ما نسميه بالطعام. فاذا اختل الطعام اختل الجسم صحة. الغذاء الثاني هو غذاء العقل، وهذا غذاء العقل يكون بالمعلومات، غذاء العقل يكون بالمعلومات، أي يستعلم الإنسان. وش معناته يستعلم؟ يطلب العلم، يطلب العلم. كل واحد فينا إذا احتاج إلى شيء طلب معرفته. واحد يريد أن يشتري آلة لبيته، آلة لبيته يستعملها كل يوم، ثلاجة، غسالة، سيارة يركبها، دراجة يركبها، أي شيء معين، سيبحث عن ذلك الأمر ويقول أي الماركات أحسن، أي الأنواع أحسن، وأي الألوان أحسن، ما هي البلد اللي يصنع هذه الأشياء، وكيف الآن النوعية وكذا، والكمية والميزان وكذا، والساعة وغير ذلك. سيأخذ بعض المعلومات التي تنفعه في ذلك تلك الجزئية. فنحن الآن بحسب العلم بتاعنا وتغذية العقل، وكيفاش يكون بحسب هدفنا. اللي عنده هدف في الصناعات راح يتعلم صناعات، واللي عنده هدف في الآداب راح يتعلم الآداب واللغات وغير ذلك. كل واحد فينا التحرك بتاعه في طلب العلم يكون بحسب هدفه وهمته. ولكن هناك شيء لابد أن لا يغيب على أحد، وهو طلب معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الإسلام الذي أمرنا الله بالطاعة فيه وبالتدين به. هذا الأمر ما يستطيع مهندس يقول كان أنا شاغل أنا بالهندسة، أنا والله الدين خاطئ، ما نقدر نتعلم الدين هذا، ولا نعرف هذا من ربي، ولا هذه خليها الأئمة وخليها الناس العلماء، لا أنا خاطئ. ولا يجيك واحد يقول كان أنا أقرأ الميكانيك، خاطئني أنا والله، ما ندخل في هذه الأمور هذه، ولا نتعلم من هو الله، ولا ما يهمني أنا وين الله فوق السماء السابعة، ولا كاين عذاب القبر ولا ما كاش، انا مشغول عندي اشياء اخرى، ماشي تخصصي هذا، لا ما يقدر هذا ابدا. لان كل واحد فينا سيسال يوم القيامه، اللي هي قيامتنا احنا، كي يدخل كل واحد فينا القبر يقول لك واش صنعتك انت، انت واش صنعتك، مش نعطوك اسئله على حسب صنعتك، لا، يعطي لك سؤال، هذاك السؤال هو ملخص المطلوب منك في حياه الدنيا، مطلوب منك في حياه الدنيا وشنو هي، كاين حاجه طلبها ربي منك في الحياه الدنيا. ما تقول له انا اشتغلت والله كنت مشغول وقريت حياتي كامله، ولا كنت نجمع في المال ولا كذا، لا، وانما كاين حاجه انما هي على جميع الخلق يسالون عنها، حتى الكافر، نعم حتى الكافر، وان الكافر اذا مات، اذا كان في اقبال من الاخره واقبال من الدنيا، حتى قال عليه الصلاه والسلام فيقال له من ربك، فيقول ها ها لا ادري. فالآن الكافر يسأل، الكافر يسأل في قبره على هذه الأسئلة الثلاث. إذن كاين حاجة، معلومات لا يجوز أن يفتقدها الإنسان، تغذية عقلية لا يجوز العقل أن تغيب عنه أبدا، يطلبها. كاين هذا يسموه غذاء العقل، غذاء العقل إذا افتقده الإنسان هجم عليه أعظم عدو، وشن هو؟ الجهل، أكبر عدو للأمة جهل. الحاجة الثالثة وهي الغذاء القلبي، من الإيمان بالله ومحبته ومحبة أوليائه ومحبة رسوله ومحبة الطاعات والسنن، وبغض ما أبغضه الله، البغض بتاع أشياء الشرك والأصنام والبدع والخرافات والفسق والخمور والخنازير وغيرها، نبغضها لأن الله يبغضها. هذا وش نسموه احنا؟ هذه نسميها التغذية القلبية التي تنتج فيك محبة لله عز وجل وخوفا منه، هذه هي اللي تحركك لعبادة الله سبحانه وتعالى. لو افتقد الإنسان التغذية القلبية صار عدو لله، صار عدو لله. إذن كل واحد فينا لابد عليه أن يشتغل بهذه الثلاثة، التغذية الحيوانية، وهذه كل الناس يتفقون فيها، حتى الكفار، قال الله تبارك وتعالى والذين كفروا يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه والله ما عندنا فيها مشكلة، ما عندنا فيها مشكلة. الحاجة الثانية ما هي؟ الحاجة الثانية الغذاء العقلي
وهذا مشكل عند الناس اليوم. والغذاء ماذا؟ القلبي. فالغذاء العقلي والقلبي مطلوب عند الناس، لذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف: حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء. شد الهواء هذا نتنفسه احنا، كاش واحد يقول كان والله ما نحتاج الهواء هذا، ما نسحقوش، ما لست بحاجتين، لا أحد يستغني عن الهواء، كما لا نستغني عن الهواء كذلك لا نستطيع أن نستغني عن العلم. هذا العلم هو اللي ولد فينا حب لله، نسمع الآيات، نسمع القرآن، نسمع العذاب القبر، نسمع الجنة، نسمع النار، كذا. هذا هو الذي يجعلنا نعيش حياة طيبة، نعيش حياة طيبة. كل من يؤمن بالله من ذكر أو أنثى، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. كيف يحيى؟ بماذا؟ الحياة كيف تكون؟ الروح، روح. إذا خرجت الروح من الإنسان أو قطعت الروح فإن الإنسان يموت. الإنسان كالمصباح، شفت المصباح؟ كالمصباح الإنسان، هذاك المصباح إما أن تضربه أنت بحاجة تكسره يطفى، مثل الإنسان الذي يكون عايش ويقتله يحبسه ذو الروح تاعه، أو أنك هذاك المصباح تقطع عليه التيار الكهربائي كما سموه إحنا الموت تاع ربي، الموت جاءت من عند الله سبحانه وتعالى يحبس المصباح. ولله المثل الأعلى، نحن نعيش في هذه الحياة بالروح. فالآن الروح نتاعنا هذه نعيش حياة حيوانية عادي، مش مشكلة، والإنسان حيوان ناطق، فالآن نعيش حياة حيوانية ما عندناش مشكلة. ولكن الحياة الحقيقية المطلوبة منا أننا نرتقي فوق العيش، ولا نعيش حياة حيوانية فقط، وإنما نحيا حياة إيمانية طيبة، نحيا حياة طيبة. لا يجوز للإنسان أن يحيا حياة طيبة، قانون من الله، حتى يذوق من هذا الروح هذا. إذن الإنسان لازم له زوج أرواح، روح يعيش بها بماذا؟ يعيش بها حياة عادية. وهذه الروح هذه اللي قال فيها ربي: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما يقدر واحد يجسدها ولا يوصفها ولا كذا. أنت هو الذات، أنت هو الذات، وكين جسم وكين روح، وأنت هو الذات، أنت فلان بالفلان. كيف هي ذاتك هذه؟ كين روح راهي موجودة في الجسم. لو تحكم الجسم هذا 80 كيلو تحطه فوق الميزان وتشوف الروح نتاعه تخرج، الميزان ما ينقص بغرام واحد، ما ينقص بغرام واحد. الروح إذن يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما عندك فيها أنت دقة الروح هذه، ولكن اللي عندك فيها شيء مهم جدا، كاين واحد الروح أخرى مطلوبة تطلبها أنت، أنت تطلبها هذا الروح. وهذه الروح إذا خرجت منك تموت ميتة كالكفار، نسأل الله العافية والسلام. لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم أعين لا يبصرون، أموات، أموات غير أحياء، قال ربي بهم أموات غير أحياء، وهم تشوفهم يمشوا في الأرض ويأكلوا ويشربوا، ولكن أموات عند ربي أموات. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا الروح الحقيقية التي هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. فإيماننا بالله يأتينا من أين؟ القرآن، القرآن الكريم. القرآن يرد به ماذا؟ كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الوحي مجملا، كل الوحي الذي جاءنا من الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سماه روح. ولن يستطيع الإنسان أن يعيش الحياة الطيبة اللي ذكرها ربي، قال فلنحيينه حياة طيبة حتى يذوق من هذا الروح. إذا خرجت منه هذا الروح ينزل من مرتبة الحياة إلى مرتبة المعيشة، فإن له معيشة ضنكا، عنده عايش عايش. ومن أعرض عن ذكري، خرج منه الروح الحقيقية، الروح هذه تاع القرآن الكريم والإيمان، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعود يولي يهبط لتحت كما الحيوانات ويعيش حياة حيوانية، عنده معيشة صح ضنكا، يعيش حياة ضنكا، نسأل الله العافية والسلام. فإذا نحن الآن شفت الفرق الآن بين واحد يعيش حياة إيمانية وواحد عايش هكذا بك، هكذا سبهللا عايش هكذا، لا يسودا، حياته سودا تروح هكذا، يضيع يقتل في وقته، ميت لا يقرأ قرآن، ويمر عليه كما قال عليه الصلاة والسلام: من أمضى يومه في غير علم علمه أو علم ورثه، يعني عمل صالح ورثه، فهذا قال فعقد عق يومه، عق يومه، يعني خلاص هذا راه خلاص أهلك روح، نسأل الله العافية والسلام. فإذا هذا القرآن الكريم هو الروح، منه نأتي، من يعرفنا على الله؟ الروح، القرآن هو الروح.
لأننا لا نستطيع أن نعيش حياة طيبة حتى نعرف الله سبحانه وتعالى. من يعرفنا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا القرآن. من يورينا الحلال والحرام؟ هذا القرآن الوحي كامل. لما نقول القرآن دائما هو الوحي كله بما في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث تتمة نزل ربي السنة هذه، ربي جعلها لتبين للناس ما نزل إليه. ما نقدر نخدمه بالقرآن وحنا. شوف الصلاة هذه الآن اللي نصلوها دركا، والله ما كاينه في القرآن يا جماعة، ما كاش والله ما كاين، ما عندنا احنا يا توقيت نتاعها، ولا عندنا ربع ركعات باللي يصلوا ربع ركعات ليه، ما عندناش. مين جبناها؟ ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هي متكاملة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الله هو اللي النور بتاعنا اللي يمشوا به، نور، وهو الروح اللي نتغذوا بها على باش نقدروا نوصلوا إلى الله سبحانه وتعالى، ونحيا الحياة الطيبة التي لا تبنى إلا على الإيمان فقط، الحياة الطيبة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني أنت الآن كبشر يا محمد عليه الصلاة والسلام، أنت يا محمد كبشر كنت إنسان من الناس، ما تعرف لا الكتاب هذا ولا تعرف القرآن، ولا عندك معلومات سابقة، ولا عندك هذا الإيمان، تعرفه الإيمان بالله ولا الملائكة، ولا تعرف النار ولا الجنة، ما تعرف شيء من هذا، ما كنت تعرف التفاصيل، ممكن تسمع شيء تفهم شيء، ما كنت عندك التفاصيل هذه. منين جت؟ ورجل أمي في وسط أمة يعيشون يعرفوه، ابن الحي وليدهم، هو وليدهم وليد قريش يعرفوه، ويعرفوا هذا الإنسان ما قرأ ولا كتب ولا يعرف، يدور مع الناس النصارى ولا يدور مع الناس يهود، ما راهو سحار ولا يخدم السحر هذا ولا شيء، وما يعرف الشعر ما يعرف، ولا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب. فجأة ولا يحكي لهم على ربي سبحانه وتعالى، يحكي لهم على الجنة، ويحكي لهم على النار، يحكي لهم على عذاب القبر، يحكي لهم على أشياء كثيرة. هذا شيء دلالة على ماذا؟ من الوحي أو يجيب الفوق، دلالة على الفوق. لذلك الصحابة اللي عندهم عقل فكروا قالوا: نشهد أنك رسول الله مباشرة، لأنه يعرفون. ومع ذلك وش يزيدوا يعرفوا عليها؟ مصداقيته وعدالته عليه الصلاة والسلام. ما جربنا عليك كذبا قط، ما يكذب أبدا، عمرنا ما شفنا الإنسان يكذب، ولا شفنا فيه إنسان يختلق شيء حاجة ما كاش منها. إذن نؤمن به عليه الصلاة والسلام. فقال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعرف هذه الأشياء، نحن أعطيناك المعلومات، ولكن جعلناه نورا، جعلنا هذا الكتاب وهذا الوحي نورا نهدي به من نشاء. لأن الإنسان السائر يحتاج إلى نور، دائما الرؤية تحتاج إلى نور. يطفئ علينا الضوء دركا حنا نشوفه، عيوننا تمشي، يطفئ علينا الضوء دركا واحد ما يشوف خوف. لماذا؟ نحتاج دائما إلى ضوء هو الذي ينير لنا الطريق، حتى الإنسان ما يخبطش في سارية ولا في حيط ولا كذا، ولا يتعطر في حاجة، يقدر يشوف الأشياء يميزها ويشوف وين يمشي كذا. هذا والنور، هذا والنور. نحن الآن كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيه الحكمة، فيه الوصايا، وانت تتحرك. والله ما يوجد دين في الدنيا، ما يوجد دين ولا يوجد قانون يشمل مثل القرآن الكريم. يبدأك من العشرة الزوجية إلى العلاقات الدولية، كتاب ربنا سبحانه وتعالى يبدأك من العشرة الفراشية، يدخل فيك وانت في الفراش كيف تتعامل، يروح لك حتى العلاقات الدولية، كل شيء، الأسرة، ما خلى شيء هذا الدين هذا، يعني كتاب شامل. فإذا نور نمشي به كل واحد. والله نصيحة، كل إنسان تختل عليه الدنيا ولا يختلف مع الناس ولا يصير له شيء، ارجع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والله الحل هناك، ارجع دائما، النور موجود هناك والحل موجود هناك. أما لو نحتكم إلى العقول وإلى التقاليد الفاسدة، ونحتكم إلى الناس الظالمين، ندخل في أشياء نسأل الله العافية والسلام. فإذا قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نهدي به من نشاء هداية في التوفيق، لأن احنا خلقنا البشر وقلوبهم نحن نتحكم فيها، الله يتحكم فيها وهو يهدي من يشاء. كان عمر يصد عن سبيل الله ولا يصد عن عداء الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمثاله كثير، كانوا ناس هم واقفين في صف الكفار، بعد سنوات واقفين في صف المسلمين. خالد بن الوليد كان يضرب أعناق المسلمين، صار يضرب أعناق الكافرين وصار سيف الله المسلول، وطعن كذا وكذا من طعنة في جسمه، ومات وهو مدخون، مات رضي الله عنه وأرضاه وهو مدخون. وكان عكرمة بن جهل ثاني فرسان العرب،
يضرب المسلمين ضربا شديدا، وكان من أقوى، كان الرجل يسوى بألف، كان رجلا يسوى بألف. هذا الرجل صار هداه الله سبحانه وتعالى وصار أبلى بلاء حسنا ومات شهيدا في سبيل الله. هذا الناس الذين يحولهم، من يحولهم؟ الله سبحانه وتعالى، هو يملك القلوب. إذن احنا لما نعرف باللي يملك القلوب الله، ماذا نفعل؟ نتوجه إليه أن يثبت قلوبنا ويهدي أحوالنا، وهو الذي يمسك قلوبنا على الخير، يعني يمسكها عن الشر ويهديها إلى الخير، وهو الذي يهدي أبناءنا. لا نملك شيئا في ذلك. وإلا من هم الدعاة الكبار؟ نوح عليه السلام 950 سنة يدعو قومه، وابنه كافر يناديه يا بني يا بني، ما يستجب له أبدا. هل فرط نوح في دعوة ابنه؟ ما فرط. الله يهدي من يشاء. نفس الشيء إبراهيم، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ما هداه الله سبحانه وتعالى، وهو والد من؟ والد خليل الله إبراهيم عليه السلام. آزر مات مشركا، لماذا؟ لأن هذه قلوب لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها. هداية مش اسمها احنا، هداية التوفيق، يوفق من شاء للطاعة. وهناك هداية نحن نقوم بها كما قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وإنك لتهدي، هداية البيان، أنت تهدي هداية البيان، مش تهدي هداية البيان، بين لهم لو كانت تعمل هذه تدخل الجنة، وكانت تعمل هذه تدخل النار، هذه هداية البيان، بين الطريق للناس، هذا هو الأصل في هداية البيان. قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لا اعوجاج فيه، صراط الله، مو صراطك أنت ولا تخطط فيه، لا، استقيموا، استقيم كما أمرت من الله سبحانه وتعالى. وهذا الصراط مشاو عليه الناس كامل، الناس اللي هم من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ النبيون الصديقون الشهداء والصالحون. هذا الطريق هو نفسه لازم نمشي عليه. احنا نسأل الله يثبتنا وإياكم على الصراط، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. شوف الآن، ما دام تصير الأمور إلى الله، وما دام الملك ملك الله، هنا مذكور الاثنين، ذكر الملك وذكر المآل، فالآن نحن عايشين عند ملكه في ملكه، ونحن ملك له سبحانه وتعالى، ويوم القيامة كينو اللي مروحش عنده واحد آخر، عنده تاني. فإذا على ما نسيروش إلى الله؟ وش يخلينا نتمردوا على الله؟ زوج أشياء، شوف، نحن ملك لله وكل حاجة ملك لله، والأمر الثاني كي تخلص الدنيا تبدأ حياة واحد أخرى، لا تنتهي، لا تنتهي الحياة الأخرى، ما تنتهي، ما عندها نهاية هذيك الحياة الأخرى، عند من نروحه؟ وكاين ملك آخر هو الله سبحانه وتعالى، هو الملك. نزيد ونرجع عنده يوم القيامة، إليه تحشرون، إليه ترجعون، إليه المصير، فنصير إليه سبحانه وتعالى. فإذا كيف يأتي الإنسان ويتمرد على الله؟ لو يستحضر هذه الربوبية كيف يتمرد على الله؟ أن الملك لله سبحانه وتعالى. فإذا لابد على الواحد منا أن يتذكر هذا. بهذا انتهت هذه الصورة، نسأل الله يبارك لنا ولكم في القرآن الكريم. والمرة القادمة إن شاء الله عز وجل سنشرع في سورة الزخرف. ممكن يكون عندنا درس آخر يوم السبت في مكان آخر، إذا كان السبت يعني مازال ما تعينش، إذا كان السبت ما درناش سيرة نبوية راح نديروها يوم الأحد، ودرس يوم الأحد نديروه باثنين أو الخميس، يعني إذا كان ما جيناش بالسبت إحنا مازال ما تظهرناش، ممكن نحضروا درس آخر في مكان آخر. إذا كان ما جيتش بالسبت السيرة النبوية، معناتها السيرة النبوية نديروها يوم الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقنا الله إياكم والحمد لله رب العالمين.